نفى مجلس الوزراء عدد من الإشاعات اللي ترددت خلال الأيام القليلة اللي فاتت واللي تسببت في إثارة حالة من الجدل الواسع. ده كان عبر الفيديو اللي بيصدره بشكل دوري المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وكان أبرز الإشاعات خصخصة المدارس الحكومية ونقل مستشفى العباسية لمدينة بدر والتنازل عن إيرادات معرض توت عنخ آمون لفرنسا. خلونا نتابع هذا التقرير ونرجع ليكم مرة تانية.